oven, furnon, madu, asalun, masin, malihun, minyak, zaitun, pahit, murun, bisin, makina, masam, hamidun, adunan, tepung, ajinun, pisau, sikinun, khas, khasun, ta'am, makan, khadra, wa sayuran, maqadir, tadasun. Pula yubakhiru menggoreng itu yakli memanggang pula yashwi menghidu guna yashumbu bila hendak merasa guna yaluku untuk memanaskan di guna yusakhiru bila memilih pula guna yakharu. Oven, furnun, madu, asalun, masin, malihun, gandum, qamhun, manis, hulwun, panas, harun, rusa, fasidun, adunan, tepung, ajidun, pisau, sikidun, ghasghasun, makan, ta'amun, tepung, tahinun, kedai, roti, makhbizun. Mengadun, yajinu, mencampurkan yakhlitu, kukus pula yubakhiru, menggoreng itu yakli, memanggang pula yashwi, menghidu guna yashumbu, bila hendak merasa guna yaluku, untuk memanaskan di guna yusakhiru, bila memilih pula guna yakhtaru. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ الأعزاء أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامجنا الرائع نحب العربية نحب العربية نحب العربية نحب العربية نحب العربية نحب العربية كيف حالكم جميعا؟ أسأل الله تعالى أن تكونوا في صحة جيدة طيب أنتم ستبقون معنا في حلقتنا اليوم الحلقة الجديدة لتعلم اللغة العربية للسنة الثالثة فأنا أزهار الوسيم مقدمكم لهذا البرنامج الممتع قد سمعنا قبل قليل أغنية جميلة وعنوانها أنا طباخ ماهر إذن ما هو موضوع درسنا اليوم؟ طبعاً أنا طباخ ماهر قبل أن نواصل درسنا اليوم هيا نتعرف إلى معيار التعلم المطلوب أولاً أنتم تقدرون على الاستماع إلى الكلمات من الأسماء والأفعال والتراكيب والجمل والاستجابة لها حسب المواقف ثانياً أنتم تستطيعون نطق الكلمات والتراكيب والجمل نطقاً صحيحاً واستخدامها شفهياً حسب المواقف حسناً الآن سنستمع إلى الأسماء والأفعال المتعلقة بموضوعنا ثم سنرددها لاحظوا يا تلاميذي أن جميع الكلمات مكتوبة في المربعات الملونة الخاصة الكلمات فالاسم ملون باللون الأزرق وأما الفعل فهو ملون بلون البنفسجي
هل أنتم مستعدون؟ نعم، هيا نستمع ونردد الآن. الاسم خبز، خبز. مقادير، مقادير. طعام، طعام. قمح، قمح. عجين، عجين. عسل، عسل. مخبز، مخبز. ماكينة، ماكينة. فرن، فرن. طحين، طحين. زيت، زيت. خضروات، خضروات. سكين، سكين. غاز، غاز. فاسد، فاسد. مر، مر. مالح، مالح. حامض، حامض. حار، حار. حلو، حلو. قد انتهينا من الأسماء، فما رأيكم الآن ننتقل إلى الأفعال؟ الفعل يختار، يختار. يضع، يضع. يسخن، يسخن. يعجن، يعجن. يخلط، يخلط. يقلي، يقلي. يبخر، يبخر. يشوي، يشوي. يشم، يشم. يذوق، يذوق. الحمد لله، شكرا على حسن انتباهكم. قد انتهينا من الاستماع إلى الكلمات المهمة لموضوعنا اليوم. والآن يا تلاميذ الأحباء، هيا نأتي إلى النشاط الأول. ماذا تسمع؟ ماذا تسمع؟ من خلال هذا النشاط، تعالوا نحدد الكلمة الصحيحة التي توافق الكلمة المنطوقة من قبل أنا. مستعدون؟ هيا نبدأ. استمعوا جيدا إلى الكلمة، ثم اختاروا لونا صحيحا للكلمة المذكورة. طيب، هيا نستمع إلى الكلمة الأولى. يذوق، يذوق. أيهما صحيح، الأخضر أم الأصفر؟ ماذا؟ مرة أخرى. نعم، صحيح، لون أخضر. أحسنت، إجابتك صحيحة، ممتاز. طيب، هيا نستمع إلى الكلمة الثانية. يعجن، يعجن. أيهما صحيح، الأخضر أم الأصفر؟ ماذا؟ مرة أخرى. نعم، صحيح، لون أصفر.
أحسنت، إجابتك صحيحة، مبارك. طيب، هيا نستمع إلى الكلمة الثالثة. يشوي، يشوي. أيهما صحيح؟ الأخضر أم الأصفر؟ ماذا؟ مرة أخرى؟ نعم، صحيح، لون أخضر. أحسنت، إجابتك صحيحة، جيد. طيب، هيا نستمع إلى الكلمة الرابعة. يضع، يضع. أيهما صحيح؟ الأخضر أم الأصفر؟ ماذا؟ مرة أخرى؟ نعم، صحيح، لون أصفر. أحسنت، إجابتك صحيحة، ممتاز. طيب، هيا نستمع إلى الكلمة الخامسة. يشم، يشم. أيهما صحيح؟ الأخضر أم الأصفر؟ ماذا؟ مرة أخرى؟ نعم، صحيح، لون أصفر. أحسنت، إجابتك صحيحة، مبارك. طيب، هيا نستمع إلى الكلمة السادسة. يخلط، يخلط. أيهما صحيح؟ الأخضر أم الأصفر؟ ماذا؟ مرة أخرى؟ نعم، صحيح، لون أصفر. أحسنت، إجابتك صحيحة، ممتاز. طيب، هيا نستمع إلى الكلمة السابعة. يسخن، يسخن. أيهما صحيح؟ الأخضر أم الأصفر؟ ماذا؟ مرة أخرى؟ نعم، صحيح، لون أصفر. أحسنت، إجابتك صحيحة، مبارك. طيب، هيا نستمع إلى الكلمة الثامنة. يبخر، يبخر. أيهما صحيح؟ الأخضر أم الأصفر؟ ماذا؟ مرة أخرى؟ نعم، صحيح، لون أصفر. أحسنت، إجابتك صحيحة، ممتاز. طيب، هيا نستمع إلى الكلمة التاسعة. يقلي، يقلي. أيهما صحيح؟ الأخضر أم الأصفر؟ ماذا؟ مرة أخرى؟ نعم، صحيح، لون أصفر. أحسنت، إجابتك صحيحة، مبارك. طيب، هيا نستمع إلى الكلمة الأخيرة. يختار، يختار. أيهما صحيح؟ الأخضر أم الأصفر؟
ماذا؟ مرة أخرى؟ نعم، صحيح، لون أخضر. أحسنت، إجابتك صحيحة، ألف مبارك. طيب، أحسنتم، قد انتهينا من النشاط الأول، والآن يا تلاميذي الأعزاء، هيا نستمر بالنشاط الثاني. أيهما صحيح؟ أيهما صحيح؟ يا تلاميذ الأحباء، انظروا إلى الشاشة، هناك مجموعتان معروضتان باللونين المختلفين، اختاروا منهما الإجابة الصحيحة. مستعدون؟ هيا نبدأ. استمعوا جيدا واستعدوا لاختيار الإجابة الصحيحة. هيا نبدأ. أولا، الليمون الحامض، وصفة الطعام. أيهما التركيب الإضافي؟ أحسنت، وصفة الطعام هو التركيب الإضافي. ثانيا، زيت الخضروات، العسل الحلو. أيهما تركيب النعت؟ زيت الخضروات؟ لا، الإجابة خاطئة. الصواب العسل الحلو. ثالثا، ماكينة العجين، الفرن الحار. أيهما التركيب النعتي؟ نعم، الإجابة الصحيحة، الفرن الحار هو التركيب النعتي. جيد. رابعا، المخبز الصغير، طحين القمح. أيهما التركيب الإضافي؟ أحسنت، طحين القمح هو التركيب الإضافي. خامسا، الخبز على الطاولة، الخبز اللذيذ. أيهما الجملة المفيدة؟ نعم، الإجابة صحيحة، الخبز على الطاولة هي الجملة المفيدة. مبارك. سادسا، الماكينة الجديدة في المطبخ، العجين الكبير. أيهما الجملة المفيدة؟ نعم، الإجابة صحيحة، الماكينة الجديدة في المطبخ هي الجملة المفيدة. مبارك. سابعا، يأكل المدير الخضروات، الزيت الخضروات حامض. أيهما الجملة المفيدة؟ نعم، الإجابة صحيحة، يأكل المدير الخضروات هي الجملة المفيدة. مبارك. وأخيرا، يقلي التلاميذ الأرز، التلاميذ يذوق القهوة. أيهما الجملة المفيدة؟ التلاميذ يذوق القهوة؟ لا، الإجابة خاطئة، الصواب يقلي التلاميذ الأرز. إذن
انتهينا من النشاط الثاني، فهذا النشاط مهم في تمييز بين التركيبين وفي فهم الجمل المفيدة. وبهذا أكملنا درسنا اليوم، وأرجو أنكم قد استوعبتم جيدا. لا تنسوا موعدنا في الحلقة القادمة، ونترككم بالأغنية التي سمعنا في بداية برنامجنا. تأملوا معاني الكلمات في الأغنية، وطبعا لابد أن تحاولوا حفظها. وأخيرا يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة لإجابة الأسئلة المكثفة عن درسنا اليوم. شكرا جزيلا، مع السلامة وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salun masin malihun minyak zaitun pahit murun isin makina masam hamidun adunan tepung ajinun pisau sikilun khas ghazun ta'amun makan sadra wa sayuran maqadir kadar sukatan. Pula yubakhiru menggoreng itu yakli memanggang pula yashwi menghidu guna yashumbu bila hendak merasa guna yaduku untuk memanaskan di guna yusakhiru bila memilih pula guna yafaru. Oven, furnun, madu asalun, mesin malihun gandum, qamhun, manis, hulwun panas harun, rosa fasidun adunan tepung ajidun pisau sikidun, ghaz-ghazun makanan ta'amun, tepung tahinun kedai roti, makhbizun. Mengadun, yajinu, mencapu kayas itu kukus pula yubakhiru menggoreng itu yakli memanggang pula yashwi menghidu guna yashumbu bila hendak merasa guna
ما نسكن دي قنا يسخنوا بلا ما ميلي بولا قنا يختاروا.